مهرس جديد مهرس جديد هدرة فيها المرأة كان غضبت ومشيت لدار ابوها اش يرضيها واش يرجعها لدارها. اكيد الرجال الكل تقولوا هكا، اما انا اليوم جبت لكم الحل سهلة برشا. تحب تسلكها معها وهي في دار ابوها، اول حاجة لازمك على طول العام تكثر من المكالمات والمساجات الامها وابوها واخواتها، باش نهار اللي تمشي وهي متغشة ديريكت يقولوا لها انت هي الغالطة، ولد الناس باي ويحبنا وديما يسأل علينا. وإلا فما طريقة أخرى اللي هي تمشي لدار أنسابك وتهز معك باك وغلة وتدخل تضحك وتلعب كأنه ما فما شيء، هما بطبيعتهم مش باش يحسوا بحتى شيء وهي ما هي باش تفهم شيء، وتكمل تقول كلمتين حلوين تجي بالضبط كما احنا الرجال بطبيعتنا ما نحبوش نطيحوا من رواحنا ونطلبوا السماح، نحبوها تجي بطبيعتها. أما فما نساء راسهم كبير وتتلز باش تمشي اترضيها في دار بوها، خاصة كي تلقى روحك بدات الدار تدخل بعضها وحوايجك ما عادش مغسولة، تمشي لها تقرق بيها وتاخولها باكو نوار وتعمل لها فازات الافلام والكليبات الكل، هتوا ترجع معاك اكيد. ودوب ما توصل للدار قل لها هات لهنا رجع بوكي نوار صاحبي هذاك بتاع عرسه غدوة الليل، ونساء راهم يتغشوا ويعملوهم الكل، اما بعد الدور وترجع لدارها والراجلها من غير ما ترضيها. مهرس جديد مهرس جديد فلوس.